السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من شهر يوليو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي نشرت: الملك أيده الله يطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء لجنة لمحاربة التطرف والإرهاب وغسل الأموال، غدا غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى يوم الجمعة 30 من شهر يوليو. وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت: سمو رئيس الوزراء يوجه بتفقد الاحتياجات الإسكانية وتطوير الأسواق المركزية، طرح مسابقة لتصميم شعار جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت على صدر صفحاتها: البحرين تهنئ الإمارات بنجاح إطلاق مسبار الأمل. الصحة: توظيف 98 طبيبا وتدريب 417 خريجا. ومع صحيفة الوطن والتي استهلت: منصة خليجية لكشف البرمجيات الخبيثة، فنادق ومطاعم، الموظفون مدربون على بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا، مرضى سكري في حيرة من الأدوية المسرطنة، ونهر جلوكوفاج آمن 100%. إلى أبرز ما جاء حول كوفيد-19، حيث نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله الخليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي أكد أن مركز البحرين للأورام مستمر في تقديم خدمات علاجية متكاملة ورعاية صحية بالرقم من جائحة فيروس كورونا. نشرت صحيفة الأيام أن وحدة مكافحة العدوى بالرعاية الأولية بوزارة الصحة تقوم بتنفيذ العديد من الخطط الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة دوليا بجميع المراكز الصحية، وذلك في ظل الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا. لفت صحيفة أخبار الخليج أن فريقاً مشتركاً من المحافظة الجنوبية قام بمجموعة من الزيارات الميدانية من أجل تصحيح أوضاع عدد من السكان للعمالة الوافدة من خلال التأكد من وجود معايير الأمن والسلامة. أكد مدير فنادق ومطاعم لصحيفة الوطن أنه تم تدريب موظفي الفنادق على البروتوكولات العالمية لمكافحة فيروس كورونا واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لاستقبال الزبائن. خط الكاتب مؤنس المردي مقالا في صحيفة البلاد والذي جاء بعنوان: الأعلام الغربي في زمن كورونا رعب عنصرية. فإلى المقال: لا أحد ينكر ما للإعلام من أهمية كبرى في جميع مناحي الحياة وفي كل الأوقات، وأن هذا الدور يكتسب أهمية إضافية ويكون أكثر حساسية وتأثيرا عند الأزمات والمحن كذلك التي يعيشها العالم أجمع منذ شهور عدة، تتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. هنا تقع على عاتق الإعلام مهمة أساسية في التوعية الصحيحة بالوباء والحد من التهويل مع عدم التهوين، حث الجمهور وإرشادهم للاستماع والالتزام بما تصدره الجهات الطبية والرسمية. ولكن وللأسف الشديد، بدلا من أن تكون هذه الجائحة دافعا لإعلام موحد في الرؤية والهدف وأكثر إيجابية في الدور والعمل، وجدنا ارتباكا كبيرا وتحديدا في الإعلام الغربي، إذ به ومنذ ظهور الجائحة يتخبط. وجدنا الإعلام الغربي نفسه يجنح ويعتمد على نظرية المؤامرة عند التعاطي مع الجائحة، بل قرأنا وشاهدنا كثيرا من الأطباء في الغرب خاصة في أمريكا يتكلمون
عن وجود مؤامرة دولية في تلك الأزمة الكونية. نشرت صحيفة الأيام في صفحتها الأخيرة صورتين لأنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. نشرها سموه عبر حساب الإنستغرام، ويعود الفارق بين الصورتين لسبع سنوات. نشرت صحيفة الأيام أن وزارة الصحة دعت أصحاب المواهب الفنية والأفراد والمؤسسات والشركات والمكاتب المتخصصة إلى المشاركة في مسابقة لتصميم شعار جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني. لفتت صحيفة الأيام أن مبادرة ابتسامة التابعة لجمعية المستقبل الشبابية والمعنية عن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال مرضى السرطان أعلنت عن إطلاق برنامجها الصيفي الرامي إلى تنمية مهارات ومواهب الأطفال المرضى. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن وزارة الصحة أوضحت التزامها بتوظيف واستيعاب جميع الخريجين الذين أتموا التخرج بمختلف التخصصات، حيث التزمت الوزارة باستيعاب وتوفير الشواقر الوظيفية لدعم الكوادر الوطنية من خلال برنامج فصل التوظيف عن التدريب. بقلم الكاتب محميد المحميد نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان القضاء البحريني المؤسسة الشامخة، فإلى المقال. في كل مرة يصدر فيها حكم قضائي في مملكة البحرين ضد إرهابيين وقتلة، تخرج لنا بعض أصوات من جهات خارجية لتعلن رفضها للأحكام ومطالبتها بتعديلها أو إلغائها، وكأن السلطة القضائية المستقلة في دولة مستقلة وذات سيادة ينبغي أن تكون أحكامها وفقا لأهواء وغايات تلك الجهات. السلطة القضائية في مملكة البحرين ذات عراقة وسيرة ناصعة، بها قامات شامخة ورجالات أفاضل، قانون وإجراءات تجري بكل شفافية وعلانية، تحكم بالعدل والحق وبما في ضمير القاضي من دون تدخل أو تأثير من أحد. بالطبع ليست هذه هي المرة الأولى، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، في صدور بيانات وتصريحات من جماعات ومجموعات وجهات وشخصيات ذات تواصل مع جمعية إرهابية منحلة أبى أفرادها إلا أن يمارسوا الخيانة ضد الوطن، بعدما ورطوهم وحرضوهم على ممارسة القتل والجريمة وتجاوز القانون. نقلت صحيفة البلاد أن وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية فوزي الجودر أكد على ضرورة مراجعة الطلبة للضوابط والمعايير الاسترشادية للالتحاق بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة والمشورة عبر خدمة الجامعات الموصي بها على بوابة الحكومة الإلكترونية. الأكاديمية الدبلوماسية والإرث العريق عنوان مقال للكاتب إبراهيم النهام، فإلى المقال. في إطار سعي الدولة بتوثيق الإرث الدبلوماسي البحريني العريق، جاءت فكرة أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية لتكون عاملاً رديفاً وسنداً وإسناداً لقصص النجاحات المتراكمة، ليستذكر خلالها أبناء الوطن وغيرهم المكانة الدبلوماسية العريقة للمملكة والتي تمتد لأكثر من نصف قرن.
هذه البطولات الملحمية التي كانت بها البحرين في أعماق السرب العربي والإسلامي بكل المواقف والأحداث التاريخية قامت على أكتاف شخصيات وطنية ساهمت بمرؤتها وشجاعتها بتشكيل تاريخ البحرين الحديثة والتي نراها بفخر واعتزاز بكل محطة ومنعطف، لأن البحرين حاضرة دوما في ذاكرة أوطان العرب والعالم كدولة خير وأمن وسلام وتعايش اهتمت لأن تكون خارجيتها العريقة مواكبة لمتطلبات العصر الحديث وللمتغيرات والتحولات المتسارعة بنضج سياسي ودبلوماسي يعكس حنكة القادة واستشرافهم للمستقبل البعيد. نتحول إلى صحيفة الوطن، حيث بيّنت أن اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دشنت منصة تحليل البرمجيات الخبيثة الخاصة بالأمن السبراني، وهو مشروع خليجي مشترك قامت بإعداده لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحسابات لدول مجلس التعاون الخليجي. نطالع من ذات الصحيفة أيضا أن مرضى أكدوا استمرار مخاوفهم من وجود شوائب مسرطنة في بعض أدوية السكري، وبدورها نفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية نهرة أن دواء جلوكوفاج يصيب مستخدميه بالسرطان، مؤكدة خلو الدواء من الشوائب المسرطنة. بقلم علي شاهين نشر صحيفة الوطن مقالا لتقرير الخارجية الأمريكية، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. التقرير البريطاني السنوي الصادر من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث حول حقوق الإنسان والديمقراطية عن العام 2019 أثنى بشكل كبير على سجل البحرين الإيجابي في الحريات وحقوق الإنسان، ليؤكد أن مملكتنا الغالية تسير بقوة وثبات في احترام وتقدير الإنسان ومنحه حقوقه وحرياته دون تضييق. تقرير وزارة الخارجية البريطانية أثنى أيضا على إنجاز مملكة البحرين في مكافحة الإتجار بالبشر، والتي حققت الفئة الأولى، وذلك في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، لتكون المملكة بذلك الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة. هذا التقرير أغاظ أعداء النجاح من الذين لا يريدون للبحرين حصد مثل هذه الإنجازات، لأن هؤلاء متخصصين في الكذب والتدليس والافتراء. تفوق البحرين يكشف زيف مزاعمهم، وألجمتهم بريطانيا نفسها بإصدارها التقرير، فبعثرت أوراقهم ومخططاتهم الشريرة ضد البحرين. إن مملكة البحرين رسمت استراتيجيتها لما يتعلق باحترام الحريات والحقوق وفق نهج واضح قائم على أساس متين متمثل في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، الذي أصبح اليوم نهجا شاملا لوطن متطور دائما لا يكتفي بما حققه بل يطمح للمزيد من الإنجازات. وبقلم الكاتب علي شاهين، مشاهدين، نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.